أنا ما زلت مخلص للتلفزيون المصري، ما زلت، لأن لحم اكتافي منه واداني الاسم، مش عايز أقول الشهرة، لكن أنا من آباء هذه المهنة، ولأني من آباء هذه المهنة طلبوا مني إن أنا أقدم البرنامج، مع إن مقدمة البرنامج ست كمل ولها عطاء عام دينا عبد الكريم، وهي قيمة بالنسبة للشاشة، وأيضا تبحر في أجواء غير معلومة في شاشات الحياة، والحياة شاشات. طلب مني إن أقدم البرنامج شغل عالي، وأنا لما بسمع كلمة شغل عالي أدرك تماما أنها في أعمقها تحاول أن تمجد قيمة الشغل المظبوط المحترم العالي. ولما بقول شغل عالي هي كلمة بيقولوها جدعان الحارات المصرية، يقول لك ده شغل عالي، ده شغل عالي، ولهذا شغل عالي. أنا هحاول هكون ضيف في شغل عالي، على الله أقدر أقدم شيء في شغل عالي. اهلا بدينا عبد الكريم. الله اهلا بدينا عبد الكريم. انا ما كنتش احلم ولا اتمنى مقدمه حلوه للبرنامج. الله يخليكي. وفهم لرؤيته ورسالته قد الكلام الحلو ده. نعم. مبسوطه جدا 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 ان حضرتك معي.